صحيح 8.4 من امتحان موحد الوطني 2010 الدورة الاستدراكية في مادة الرياضيات. إذا نتمنى أن نغلب حول المتتالية، نعتبر المتتالية العدد هي يعاد المعرفة المالية. إذا قلنا دائما كنقسمو في الامتحان كنقسمو جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول هو نتاع الوسخ البرايون ديال الورقة الصفراء اللي كيعطيوكم الأحمر والأخضر، وهنا الورقة ديال الأجوبة. صحيح دونك المعطيات عندنا المتتالية يعاد كتبة حدايا واضحة معرفة بالحد الأول إي زيرو كيساوي واحد، والحد العام أو الحد العلاقة الترجعية يو إن زايد واحد، العلاقة الترجعية ماشي حد عام يو إن زايد واحد تساوي ثلاثة يو إن على 21 زايد يو إن. إن كيعتمد لمجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية إن بالكامل. السؤال الأول نبين أن يو ان اكبر من صفر لكل ان تنتمي الى ان. اذا هنا يو ان ما عندي حتى شي تعبير اللي كيعرف ليا يو ان مباشره، وانما عندي علاقه ترجعيه فقط. اذا ملي كتكون عندي علاقه ترجعيه فقط كنستعمل البرهان بالترجع في الغالب. اذا لدينا برهان الترجع تأكدوا من أجل أول حد ولا ثاني حد ولا الأول والثاني والثالث إلى غير ذلك. من أجل أولا نوضحوا كاع الأمور مزيان بحال اللي كنتعلمو من جديد، من أجل أن تساوي صفر لدينا صفر اش كتساوي؟ كتساوي واحد، واحد واش أكبر من صفر؟ نعم، يعني صفر أكبر من صفر، أي العبارة صحيحة من أجل أن تساوي صفر. ونقدر نزيد نتأكد، يعني ماشي بالضرورة نتأكدو غير فقط من أجل أن يساوي صفر، نقدر نزيدو نتأكدو من أجل أن يساوي واحد، من أجل أن يساوي جوج، نزيد واحد ولا زوج ممكن عندي الحق، مكان حتى شي مشكل. ولكن حنا دابا نتأكدو من الأول فقط. الخطوة الثانية نفترض أن أن أو لا العبارة صحيحة من أجل أن ولا أن تساوي بي بحال بحال أن مثلا، أي شنو كتعني هادي؟ أي يو بي من صفر. واضح. الخطوة الثالثة نبين أن العبارة من أجل أن تساوي بي زائد واحد ولا من أجل أن زائد واحد بحال بحال، من أجل أن تساوي بي زائد واحد ولا من أجل أن زائد واحد، أي أن زائد واحد أكبر من صفر. دونك لدينا أن طلقوا من الافتراض كون صفر بي، عفوا بي أكبر من صفر، دونك هنا أي بي زائد واحد، نعاود درنا بي زائد واحد مدرناش أن زائد واحد. لدينا بي هي افترضنا أنها أكبر من صفر، من الافتراض لدينا بي أكبر من صفر، يعني دابا حنا بغينا او بي زائد واحد، او بي زائد واحد هي ثلاثة او بي زائد وإلى غير ذلك، يعني ثلاثة او بي كبر من صفر، أو 21 زائد او بي كبر من صفر، أي ثلاثة او بي على 21 زائد او بي أكبر من صفر، لأنها كبر من صفر على عدد أكبر من صفر، أعطانا عدد أكبر من صفر، أي او بي هذي شكون هي؟ هذي هي او بي زائد واحد كبر من صفر، و حسب البرهان بالترجع نستنتج أن يو ان أكبر من صفر، صحيح لكل ان ينتمي الى ان. جاوبنا السؤال الاول، كتب حدايا هنا واضح يو ان أكبر من صفر. السؤال الثاني بين ان يو ان زائد واحد اصغر من واحد على سبعة يو ان. دونك سؤال زوج نبين ان يو ان زائد واحد اصغر من واحد على سبعة لكل ان ينتمي الى ان.
اولا يعني زايد واحد واش نقدر نكتبها بدلاله يعني؟ نعم. اذا نقدر نحسب الفرق ديالي نكتبهم بلا ما نستعمل البرهان بالترجع، متفقين؟ لو كان ما نقدرش نحلها بدون ترجع ضروري نحتاج للترجع ولا لطريقه اخرى، ولكن دابا راه نقدر نحسب هذه بدلاله يعني ونحسب الفرق. دونك لدينا يان زائد واحد ناقص واحد على سبعة يان تساوي يان زائد واحد راه عندي هي ثلاثة يان على 21 زائد يان ناقص واحد على سبعة يان نحضر المقام ونشوف واش تساوي ثلاثة يان في سبعة يان هي 21 يان ناقص واحد يان في 21 يعني ناقص 21 يان ناقص يان في يان يعني ناقص يان وزيد 2 على 21 زائد يو ان تساوي نرجع نستنى معليش تساوي هادي تمشي مع هادي تبقى لنا ناقص يو ان وزيد 2 على 21 زائد يو ان دونك هذا العدد اصغر من صفر لماذا لان 21 زائد يو ان اكبر من صفر لحقاش يو ان اكبر من صفر وناقص يو ان وزيد 2 اصغر من صفر متفقين لحقاش يو ان وزيد 2 اكبر قطعة من صفر ناقصة تولي أصغر قطعا من صفر. إذا شنو المعنى ديال هادي؟ إلا كان هذا الفرق أصغر من صفر يعني أن يو إن زائد واحد أصغر من واحد على سبعة يو إن لكل التميلة دونك هنا نستعمل لا ترجع لا والو لأن قادر نحسب نخدمها بلا ترجع صحيح قادر الله أعلم يو إن زائد واحد تساوي أصغر من واحد على سبعة يو إن كتبها في الوسخ نوضحها مزيان يو إن زائد واحد أصغر من واحد على سبعة يو إن السؤال الموالي ثلاثة بين أن الموجب يو إن تناقصي وأنها متقاربة وبين أن يو إن متناقصي وأنها متقاربة بكل بساطة ثلاثة ألف ولا غير ثلاثة مكاينش ألف دونك ثلاثة نبين أن يو إن تناقصية وأنها متقاربة دونك واش كنبينو أنها متناقصية كنحسبو يو إن زائد واحد ناقص يو إن الفرق وكنبينو أن يو إن زائد واحد أصغر من يو إن تناقصية ولكن كنتعرف التزايد ديالها نبين أنه أكبر يعني غنحسبو الفرق ونبينو أنه دونك هاد التعبير هذا كيكافئ أن يو إن زائد واحد ناقص يو إن أصغر من الصفر متفقين أن هادي وهادي راهم نفس التعبير رابع لدينا يو إن زائد واحد ناقص يو إن تساوي يو إن زائد واحد شنو هي ثلاثة يو إن على 21 زائد يو إن ناقص يو إن نحدو المعقل تساوي ثلاثة يو إن ناقص يو إن في 21 يعني ناقص 21 يو إن ناقص يو إن في يو إن هي ناقص يو إن وزيد 2 على 21 زائد يو إن تساوي ألور ثلاثة يو إن ناقص 21 يعني هي ناقص 18 يو إن ناقص يو إن وزيد 2 على 21 زائد يو إن تساوي ونعمل بناقص الفوق ناقص 1 18 يو إن زائد يو إن وزيد 2 على 21 زائد يو إن ألور حنا واش كنعرفو على يو إن كنعرفو على أن يو إن موجبة ولدينا يان صفر اي اذا كانت هذه موجبة راه 18 يان زائد يان سيدنا راه موجب و 21 موجب اذا اذا كان هذا موجب وهذا موجب راه الكسر موجب 18 يان زائد يان سيدنا على 21 زائد يان راه موجب اي إلا ضربنا في الناقص واحد غادي يكون سالب ناقص 18 يو إن زائد يو إن وزيد 2 على 21 زائد يو إن راه سالب أي وإلا كان هذا الفرق سالب بمعنى ديالو أن يو إن زائد واحد أصغر من يو إن وبما أن إذا جاوبنا على السؤال التناقصية صحيح إذا يو إن تناقصية وبما أن يو إن مصغورة ب
صفر دونك تناقصية، تناقصية أم صغرى بصفر. شنو معنى ديالها؟ أنها متقاربة، يعني الليميت ديالها ما كيوصلش، ما يوصلش لانفيني، حدو الصفر. الليميت إلا كان صغير كيكون صفر، علاش؟ لأنها تناقصية كتنقص ومصغورة بصفر، يعني صفر كيليميتيها من تحت، إذا ما يمكنش تكون الليميت نتاعها أقل من الصفر. دونك إيان تناقصية، بما أن إيان صغيرة بصفر فإن إيان متقاربة لأنها مصغورة بصفر. صحيح، جاوبنا على السؤال ثلاثة. الله يا رب. نجيو السؤال الرابع. دونك إيان تناقصية ومتقاربة، إيان دونك السؤال الرابع ألف أربعة بين بالترجع، نبين بالترجع. أنا قالك بين بالترجع، يعني عطاك مساعدة أن إن زائد واحد أصغر من واحد على سبعة، أس إن لكل إن ينتمي له إن. مزيان. دونك أنا إن زائد واحد أصغر من واحد على سبعة، نبداو بالافتراء أو بالتحقق من أجل أن تساوي صفر. لدينا نعوضو أن بصفر ونشوفو من هاد الطرف، إي صفر زائد واحد تساوي إي واحد، وإي واحد شنو هي؟ حنا نزيد شي شوية باش تكوني بلاص. إي صفر زائد واحد هي إي واحد، وإي واحد شنو هي؟ إي واحد هي تلاتة في إي زيرو على واحد وعشرين زائد إي زيرو. شنو تساوي؟ ثلاثة في واحد ثلاثة، واحد وعشرين زائد ثلاثة هي أربعة وعشرين، يعني تساوي واحد على ثمانية. مزيان. و واحد على سبعة أس زيرو تساوي، لأن من أجل أن تساوي زيرو تساوي واحد، لأن أي عدد أس زيرو كيعطينا واحد. صحيح، هاي من أجل أن تساوي زيرو هذا العدد إي زيرو زائد واحد كيساوي هادشي، وهذا كيساوي. علاش حسبتهم؟ باش نقارنهم، يعني أنا حسبتهم شنو لقيت، شكون هو الصغير؟ هو هذا، هذا واحد وهذا واحد على ثمانية، يعني إي زيرو زائد واحد أصغر من واحد على سبعة أس زيرو، أي العبارة صحيحة من أجل أن تساوي زيرو. ألوغ نفترض الخطوة الثانية، نفترض أن العبارة أجل أن ولا من أجل أن تساوي بي مثلا، باش ميتخلطو الناس الأمور، نديرو أن تساوي بي. أي شنو المعنى ديال هادي؟ أي المعنى ديالها أنه إي بي زائد واحد أصغر من واحد على سبعة أس بي، هذا هو المعنى. مزيان. دونك نفترض العبارة صحيحة من أجل أن تساوي بي. خطوة الأخيرة نبين أن العبارة من أجل أن تساوي بي زائد واحد، أي خصنا نبين أن بي، شوف هنا من أجل أن تساوي بي زائد واحد، يعني وشنو؟ يعني إي بي زائد واحد زائد واحد، يعني إي بي زائد جوج. حقاش بي ان هي بي زائد واحد، وزيد عليها الواحد هي زائد جوج، اصغر من واحد على سبعة اس بي زائد واحد. تبقى مزيان. اذا حنا نبداو بالافتراض، دائما نبداو بالافتراض. لدينا اي بي زائد واحد اصغر من واحد على سبعة اس بي، هذه الاولى. النقطة الثانية، حنا بغينا اي بي زائد جوج. دونك إي بي زائد جوج شنو هي؟ هو لدينا إي بي زائد جوج، اش كتساوي إي بي زائد جوج؟ هي إي بي زائد واحد زائد واحد. تبقين بحال بحال هادي هي إن، تبقين يعني إي بي زائد جوج غادي تكون أصغر من واحد على سبعة إي بي، يعني بحال إلا دابا عندي، بحال إلا عندي دابا هادي ياك، هادي وشنو غتكون؟ تكون أصغر من حدا معايا مزيان. إلا عوضنا أن ببي زائد واحد هنا، ونطبقو هاد العلاقة، أصغر من واحد على سبعة أو بي زائد واحد هي أن، دونك أو بي زائد واحد، متفقين؟ هي أن عوضتها، طبقت هاد العلاقة هادي وحطيتها هنا، هاد العلاقة هاد السؤال السابق حطيته هنا كيما هو. أو بي زائد جوج هي أو بي زائد واحد زائد واحد، ياك؟ يعني أصغر من واحد على سبعة
اي بي زائد واحد هي لان يو ان زائد واحد صار من واحد على سبعه يو ان. هذا عندي في السؤال السابق الى عوضت ان هنا بي زائد واحد تلقى واحد العلاقه تبقي شنو عندي هنا اي بي زائد جوج صار من واحد على سبعه اي بي زائد واحد. وهنا الى ضربت واحد على سبعه الى ضربت واحد على سبعه هو واحد على سبعه في يو بي زائد واحد اصغر من واحد على سبعه في هذا عندي ياك دونك في هذا العدد ان الى ضربت واحد على سبعه هنا وهنا القاعدة هذه فاش ان واحد على سبعه هذا الموجب ترسم ما يتغيرش واحد على سبعه اس بي اي واحد على سبعه يو بي زائد واحد اصغر من واحد على سبعه واحد دونك هي واحد على سبعه اس بي زائد واحد متبقي هذا واش نجمع ديال هادي هانتي بلات عليك عندنا هادي يو بي زائد جوج اصغر من واحد على سبعه يو بي زائد واحد وواحد على سبعه يو بي زائد واحد اصغر من واحد على سبعه اس بي زائد واحد يعني هادي نسميوها مثلا الى بغيتو كاع نوضحو الامور مزيان هاد العلاقه هادي نسميوها نجمع الاولى وهاد العلاقه نسميوها جوج نجمات والمين هو نستنتج ان شنو غنستنتجو نستنتجو ان هذا اي بي زائد جوج اصغر من هذا اللي هو اصغر من هذا يعني واحد على سبعه اس بي زائد واحد اي العباره الصحيحه من اجل ان تساوي بي زائد واحد وحسب البرهان بالترجع نستنتج ان السؤال دونك ان زائد واحد اصغر من واحد على سبعه اس ان لكل ان ينتمي الى ان سمحوا لي صغرت الكتابه باش تكون البلاصه بسيط دونك دابا بينا ان ان مرة سيئة ما حتىش مشكل أربعة باء يقولنا بين أحسب النهاية ممكن أربعة باء حد النهايات المتتالية يعني ممكن أربعة باء نهايات نهايات المتتالية يعني الآن إحنا أش كنعرف لدينا يعني كم الصفر اي ان زائد واحد كم الصفر لان لكل ان هيا ما كان راك يقولك مهما كان ان عوض ان اي عدد ان عوضها بان زائد واحد ان زائد جوج بي خمسه اربعه ثلاثه فان ان اكبر من صفر اي عدد صحيح طبعا واذا كان ان صحيح طبعا حتى ان زائد واحد صحيح طبيعي إذن هذه العلاقة عندنا و ان زائد واحد اش كنعرفو عليها أصغر من واحد على سبعة أس ان دونك أكبر من الصفر أي واش المعنى ديال هادي يعني ان زائد واحد أصغر من محصورة من الصفر و واحد على سبعة أس ان إذن ليميت و عفوا و ليميت ديال واحد على سبعة أس ان نقول ان الى بلس انفيني هاد العدد صغر من واحد ممكن الى رفعنا أس ان يعني محصور من صفر واحد الى رفعنا أس ان غيعطينا زيرو ليميت يعني ان هو بلس انفيني واحد على سبعة أس ان هادي هي واحد أس ان على سبعة أس ان سبعة أس ان هي بلس انفيني واحد على بلس انفيني هي زيرو متفقين مزيان اذا شنو المعنى ديال هادي هذا محصور بين زيرو وهذا طونفير زيرو هذا طونفير زيرو زيرو كيبقى زيرو وهذا حتى هو طونفير زيرو دونك هذا بالسبعة غيكون زيرو لأن بجوج اللي هما غاديين بالزيرو في بلوس انفيني وهذا وسطهم إذا ليميت نتاع ان زائد واحد ان طونفير بلوس انفيني تساوي زيرو ألوغ حنا مبغيناش ليميت ديال ان زائد واحد بغينا ليميت ديال ان هو لدينا ليميت وقف وفكر شي شوية هادي كنت نحسبها بديال ان زائد واحد أمور بسيطة جدا هنا الليمي ديال ان والليمي ديال ان زائد واحد راهم بحال بحال
راهم متساويين، الليمي ديال يو ان والليمي ديال يو ان زائد واحد راهم متساويين. متفقين؟ علاش؟ لان ان تونفار بلوس انفيني، ان تونفار بلوس انفيني. إلا كان ان تونفار بلوس انفيني و ان زائد واحد غيكون تونفار حتى هو بلوس لانفيني. متفقين؟ يعني إلا درنا تغيير متغير نلقاو بأن مع هادي كتساوي الليميت نتاع يو ان زائد واحد على بعود ان إلى بلوس غير في بلوس انفيني. و أصلا الليميت نتاع المتتاليات كنحسبوها في بلوس انفيني. شوف راه ان و ان زائد واحد في بلوس انفيني راهم بحال بحال. واش نتا مثلا غتقارن 100 مليار مع 100 مليار واحد راهم بحال بحال تقريبا في بلوس انفيني راهم متساويين. ان في بلوس انفيني لان بلوس انفيني ان كيكون عدد غير منتهي. تفقد مزيان. اذا تساوي صفر او ليميت ديال يو ان تساوي ليميت ديال يو ان زائد واحد تساوي صفر. انتهى. تبين رقم 4.